خلينا نحكي اول شيء عن المودز المختلفه. اذا الستيبر موتور كنترول مودز، خليني اخذ هذا المثال، خلينا اطلع على هذا فور فيز يونيبولر. ناخذ هذا المحرك اللي هلا طلعنا عليه على كمثال، فور فيز يونيبولر موتور، وهو يونيفايلر. هلا بشرح شو يعني يونيفايلر. لو طلعت على هذا المحرك، هذا المحرك كان فيه ستيتر 8 ستيتر بولز. نحاول نرسمهم هيك. هي عندي هي 1 2 3 4، وهي رسمهم عجيب شوي، بس يعني هاي الفكرة. هدول عندي 8 بولز. هلا عشان يتحولوا ل 4 فيزز راح اشبك كل تنين مع بعض، فراح اخذ المتقابلين مع بعض، فراح يصفوا هدول مثلا، راح اخذهم فيز A، راح اخذ B C و D. اوكي، فعندي هذا هون 4 فيزز 8 بولز، فعندي عدد الستيتر بولز يساوي 8. وبعدين الروتور في الداخل هون في المسننات اللي هاي صعب اني ارسمها كلها، بس في 50 بولز، فعندي الروتر بولز بتساوي 50. وحكينا ان الزاوية بتطلع معي، ثيتا ستيتر بتساوي 360 درجة على 8 بتعطيني 45 ديجريز، وثيتا ار بتساوي 360 على 50 وتساوي طلع معنا 7.2، فصار عندي هلا دلتا ثيتا تساوي 45 ماينس ار مضروبة في 7.2 ديجريز. اذا ار ويل سيت ار تو 6، بصير عندي دلتا ثيتا بتساوي 1.8 ديجريز. هذا اد فول ستيبنج. اذا اد هاف ستيبنج اللي راح اعمله، راح اخذ الكويلز الموجوده هون، وهدول زي ما حكينا يونيبولر. يونيبولر يعني انا ما بقدر اعكس اتجاه الفولتج في الكويل، لانه الكويل مشبوك من هون كومن، فانا راح اجي احط فولتج هون او هون او هون او هون. اذا دائما الكرنت راح يمشي بهدول بهذا الاتجاه يونيبولر. ويونيفايلر يعني ما في عندي ملفوف على كل واحد من هدول كويل غير كويل واحد. يعني اذا جيت اطلعت على هذا خلينا اخذ هذا الكويل على سبيل المثال، ايه او هذا عندي هون. والله يا محمود بس اطلع احكي له اذا سمحتوا الدكتور بطلبكم بس حطوا صوتكم شوي في المحاضره، انا عارف انه مكان عام. بقول للدكتور بعتذر فيكم بس بطلب منكم سمحتوا تحطوا صوتكم. وهدول هلا هذا انا بحط كويل واحد حوالين البول، كويل واحد، فهذا بنسميه يونيفايلر. انا كان بامكاني اعمله باي فايلر واحط تو كويلز، كل واحد في اتجاه، واحد في اتجاه وواحد في اتجاه ثاني. لكن بالحاله هاي انا يونيبولر ما بقدر اعكس اتجاه الكرنت، مظبوط؟ اتجاه الكرنت بس بقدر احركه بالكرنت بهذا الاتجاه، لانه هذا يونيبولر. يونيبولر ايش يعني؟ ما بقدر اعكس اتجاهه لانه هو مشبوك الكومن تبعه اوريدي، مش طالع لي منه غير اي طرف. طرف واحد بس، ما بقدر اخذ الطرف الثاني. وهو يونيفايلر لانه في كويل واحد بس ملفوف حوالين هذا البول اللي هون، مش كويلين. ممكن كان اشبك كويلين، وايش بيصير بالحاله هاي واسمه باي فايلر. فباي فايلر هي احد الطرق، اذا احد الطرق اذا انا بدي اعكس اتجاه الدوار اتجاه الكرنت، يا اما بعمله باي بولر او بعمله باي فايلر. بس انا بالحاله هاي لا عامله باي بولر ولا باي فايلر. هو هون كويل واحد والكويل مش طالع لي غير طرف منه، فبقدرش احط عليه غير بوزيتيف فولتج وامرر الكرنت بهذا الاتجاه. بس هاي مش مشكله في هذه الحاله، في بعض حالات بحتاج اني اعمله باي بولر باي فايلر. والان هلا انا بشغل، هلا ما بدي اشغل، واذا بدي اعمل الان هاف ستيبنج، اذا ات هاف ستيبنج راح اصير اشغل كويلين التنين مع بعض. ات هاف ستيبنج راح اجي اشغل الكويل A مثلا والكويل B بنفس الوقت. هلا لاحظوا وين راح ينشبك الكويل تبع A؟ مع اللي فوق الكويل تبع A. الكل واضح فاهم هاي النقطة؟ الكل فاهم هاي النقطة؟ أنا هون قلت عندي 8 بولز، بس كم فيز؟ أربعة. إذا إيش راح أعمل بكل تنين متقابلين؟ إيش راح أعمل بالكويل تبعتهم؟ راح يكونوا إن سيريز. ف
فرح اشبكهم بحيث انه وبحيث طبعا انه الكرنت لما يمر هون هيك بده يكون مر الكرنت هون هيك بحيث انه يصيروا فراح يكون عندي هذا بنفس الطريقه من هون وهدول التنين راح اطلعهم هدول صاروا فيز فصار عندي هدول التنين الان انا راح امرر كرنت فيها اذا بدي اعمل هاف ستيبنج راح اشغل اي وبي فراح يتحرك مش 1.8 راح يتحرك مش 1.8 راح يتحرك 0.9 ديجري اذا هذا هو الهاف ستيبنج الهاف ستيبنج انه one coil at a time one coil or two coils او خلينا نقول two phases بلاش one phase or two phases at the same time لكن بالfull stepping one phase only at a time هذا one phase only at a time full stepping يعني ما بشغل غير واحد منهم at any one point in time half stepping بشغل one phase أو two phases مرات بشغل one phase لحاله مرات بشغل two phases فراح يصير عندي sequence at the phasing at the same time ففي full stepping أنا راح أشغل A B C D A B C D وهكذا لكن بالhalf stepping راح أشغل A A B B B C C C D وهكذا أوكي هذا half stepping ماشي واضح فراح يصير يتحرك عندي 0.9 degrees at any one point in time أنا بحب إني أزيد resolution لأنه أحيانا في تطبيقات معينة بدي أجيب فيها resolution عالية طيب المايكرو ستيبنج ايش المايكرو ستيبنج المايكرو ستيبنج هو something لسه اكثر من الهاف ستيبنج ما بشغل A وB بالتساوي يعني هون انا شغلت A وB بالتساوي اعطيت A 5 فولت وB 5 فولت او حسب الكرنت اللي موجود بالمايكرو ستيبنج انا بصير اعمل بحط كميه كبيره اول شيء على A وكميه صغيره جدا على B بعدين شو بصير اعمل بصير بزيد B وبنزل A بزيد B وبنزل A بزيد B وبنزل A لحد ما يتحركوا بهاي الطريقة عدد الستبس اللي بجيبهم هائل بقدر أجيب ألف ستب in between مثلا فبرفع الريزولوشن بشكل عالي جدا إذا المايكرو ستيبينج مايكرو ستيبينج بعطي variable values to خلينا نقول consecutive فاهمين شو يعني consecutive متتالية. أو contiguous أحسن contiguous consecutive إيش يعني معناها متتالية contiguous متجاورة فهدول البولز رح أو هدول الفيزز أو البولز تبعونهم رح يكونوا contiguous متجاورين إذا variable values variable gradual values عشان توضحها بشكل أحسن gradual يعني تدريجي إذا variable gradual values to contiguous adjacent مرات إحنا بنقول contiguous phases poles وهذا بعطيني عدد هائل جدا من steps هلا حتى أحسن طريقة يمكن نشرحها هي هيك حط هذا الرمز وهذا الرمز وهذا A B بعدين نروح هذا الرمز مثلا وهذا الرمز A B بعدين مثلا يصير هذا مساوي لهذا A B وبعدين في النهاية راح يصير عندي A صغير A صغير B كبير A B ماشي واضحة هاي كأنه في عندي ميزان أول شيء بصير أزيد من هدول واللي فرجيتكم إياه البوكس شفتوا الكنترولر فرجيتكم إياه المرة الماضية بيعمل مايكرو ستيبنج بيقدر يعمل مايكرو ستيبنج لا ممكن يقسم الخطوة هاي يرد يقسمها لعشرة آلاف خطوة أو ألف خطوة أو مية خطوة إن بتوين إحنا الهاف ستيبنج بس عملنا ون انترميديت ستيب بس هو ممكن يعمل عدد من الانترميديت ستيبس إن بتوين فبيرفع الريزولوشن بشكل عالي جدا لهذا السيستم أوكي ماشي واضح إذا هلا الفول ستيبنج هاف ستيبنج والمايكرو ستيبنج السيكونس السيكونس بدي اشغل اذا بدي امشي باتجاه معين راح اشغل A B C D A B C D اذا بدي اعكس مثلا نفترض هذا كلوكوايز اذا بدي اعكس كاونتر كلوكوايز بضل احط نفس الفولتج اللي هون بس السيكونس بده يصير مثلا D C B A D C B A بس هذا اللي بعكسه فانعكس اتجاه الدوران او اذا انا طالب انك تروح على مكان معين وتثبت عليه راح تحط A وتخلي A مش هيك
هون التورك اللي بنتج عندي عند اللحظة هاي شو سميناه؟ التورك اللي بعطيني اياه المحرك لما انا باخذه على مكان معين بثبته وبخلي الفولتج موجود تورك. هذا اسمه ديتنت هولدنج. لا الديتنت اللي اذا مسكت المحرك بايدي وحاولت احركه وفيش عليه كهرباء هذا اسمه ديتنت، بس التورك اللي بحطه عليه بثبت عليه هو الهولدنج تورك. هلا بحكي عنه بتفصيل. بس سؤال نعم، كيف يعني هذا بالسيكونس يعني الخمسة فولت كل مره بضيفها على مكان؟ ايوه بالضبط. كيف يعني شو بده يشيل بترانزستورز؟ اوكي. هلا الدائره اللي شفناها قبل شوي كان فيها، خليني ارسمها. والله بوقف هذا، يلا خلينا نبدا واحد جديد.